السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل اخواته وحبايب قلبي اللي متابعيني جوه مصر وبره مصر. أرقى مسا عليكم. النهاردة يا جماعة أنا أخوكم في جولة معايا كده في حديقة طيور وحيوانات أليفة، فأنا عاوز أفرجكم كل حاجة فيها. مزرعة جميلة ما شاء الله، ربنا يبارك لأصحابها. وعلشان ما أطولش عليكم بالفيديو يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وما تنساش تدعمنا بلايك. يلا بينا ندخل كده يا جماعة. طبعا انا دلوقتي همشي في المزرعة، انا داخل المزرعة كده هوت معاكم. افرجكم الكلاب، افرجكم الطاووس، النعام هخليه قسم تاني. وفي اول الفيديو هوت بقول لكم اللي عاوز يتفرج على النعام وعاوز معلومات عن النعام يكتب لي في التعليقات علشان اعمل لك فيديو مخصوص. زي ما انتم شايفين الاشجار جميله، الدخول جميل، المدخل بتاع المزرعه جميل ما شاء الله اهو، جميل جدا. ربنا يبارك لكم يا رب في حلالكم. المزرعه جميله، هنا الكلاب تمام، هنا دي الكلاب يا جماعه اهي. ممكن نيجي كده هنا البط، عند الطاووس، عندي ما شاء الله عدة سلالات أنواع طيور زينة، طيور جميلة زي ما أنتم شايفين. أنا أتمشى كده بشوف الطيور، بشوف الحيوانات، لأقصى الطيور كده. ربنا يبارك لهم فيهم يا رب، اللهم صل على النبي، حلال توب التوب ما شاء الله، ربنا يملهم ألف بركة. شغل جميل، مكان حلو، الزرع والاشجار مزينه اصلا، عاطيه منظر جمالي للطيور، والطيور كمان عاطيه منظر جمالي للاشجار. يعني هما الاثنين سبحان الله مكملين بعض. وهما الاثنين لازم يكونوا في اي مكان علشان الواحد يرتاح نفسيا. هنا ما شاء الله غزال اهو، طبعا ده بري يا جماعه، الغزال ده بري، الغزال ده بري. القرن بتاعه قوي، القرون بتاعته قوية. برضك أي حد عاوز معلومات عن حاجة يكتب لي في التعليقات وأنا أديكم بقى معلومات عنها، عن الطير ده، عن الحيوان ده. الحمام موجود طبعا، في حمام طاير. بطلع بتمشى هنا كده، لسه أفرجكم الدجاج والحمام وكله، كل شيء إن شاء الله. بتمشى كده يا جماعة، بطلع هنا سلم، ممكن اتمشى كده اطلع من عليه، اطلع اتمشى كده تمام. يا غاويين المملكة اصحى يا غاوي. بتمشى هنا، في اضاءة في الليل، بيكون في اضاءة، الاضاءة بتاعت منظر جمالي جميل جدا، مع الاشجار، مع الحيوانات، ومع الطيور، كل ده بيكمل بعضه، فبتبقى الحياة جميلة جدا ما شاء الله. طبعا ممكن اتمشى كده للاخر بس عشان ما اطولش عليكم، انا عاوز افرجكم باقي الطيور. هنزل نفس ما طلعت. لازم انزل اهو ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع يا رب. وانا اخدها كده ايه، انا عاوز امشي على ايه، على المشاية او على الحجارة اللي معمولة تمام. هنا الطيور بتنزل هنا، بتطلع من هنا، هنا تاكل، ممكن تبيض تمام. عندي ده البط اهو ما شاء الله، ده البط جميل جدا ما شاء الله اهو. ده الباقي يا جماعه، ده باقي البط اهو، ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب ويملهم لهم ألف بركة، اللهم صل على النبي ما شاء الله. ده نوع من أنواع البط، ده نوع من أنواع البط أهو،
تعالوا بقى افرجكم الطاووس وباقي الطيور هنا اهي ما شاء الله. عاوز افرجكم بقى دي برضو انواع الغزال، نوع من انواع الغزال ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب، اللهم زيد وبارك ما شاء الله. تعالوا هفرجكم الطاووس، بقيه الطاووس ما شاء الله على الطبيعه. واصحى يا غاوي، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس وما تنساش تدعمنا بلايك. ده الطاووس الابيض، ده الطاووس الابيض، وده الطاووس الازرق الهندي. اي حد عاوز معلومات عنهم انا هكلمكم في فيديوهات، فيديو للطاووس، فيديو للغزال، فيديو للدجاج، فيديو للعصافير. وهنا عصفور، عندنا عصفور ومحتاج انثى، هنا عصفور ومحتاج انثى. الطاووس الابيض ده العصفور ما شاء الله جميل جدا. تعال اتألف يا جماعة، حابب المكان هو هنا جدا. عند الطاووس الابيض هادي، عند الطاووس الازرق ما شاء الله، اللهم زيد وبارك، جمال جدا، ربنا يبارك فيهم يا رب. تعالوا افرجكم باقي الحاجة علشان ما اطولش عليكم. تعالوا هفرجكم باقي الطيور والدجاج. انا عارف ان انتم عاوزين الدجاج وتتفرجوا على الدجاج، ودي الانارب ما شاء الله. تعالوا افرجكم الانارب، طبعا نايمه في الارض اهو. دي الانارب، ده بط خداري بر برضك يا جماعه. ممكن الاسامي في السعوديه تختلف. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ابنهم اهو ما شاء الله، ربنا يبارك فيه يا رب ويعطلهم خيرهم. دي بر يا جماعه الانارب، دي او جبلي. الانارب دي بتعيش في الصحراء، بتعيش في الصحراء، فعشان ما اقلقهمش اكتر من كده يلا بينا نشوف حاجه تانية. هنا الفزان والطاووس، هنا الفزان ما شاء الله. ممكن اجيبه لكم كده، الفزان حاجه جميله ما شاء الله، جمال جدا الفزان يا جماعة اهو ما شاء الله، ربنا يطرح فيهم البركة، اللهم صل على النبي، لونهم مميز جدا ما شاء الله. عندي باقي انواع من الفزان، عندي طاووس ما شاء الله، الحجل اهو، طائر الحجل اهو ما شاء الله ما شاء الله. الاكل والميه قدام الطيور، بتنزل في ميعاد وبتتشال بميعاد طبعا الاكل، لكن الميه باستمرار. اي حد يحتاج استفسار عن اي حاجه اكتب لي في التعليقات، وبرضك اكتب لي مدى رضاك عن الطيور وعن الحيوانات الموجوده وعن الفيديو، وايه رايك في الطير، وهل انت ناوي تربي طيور ولا بس هوايه كده تتفرج عليها، ولا عاوز تعملها مشروع. ورجعت لكم مره تانيه يا غاويين، ويلا بينا نتفرج على الدجاج الزينه، وهفرجكم باقي انواع الدجاج ما شاء الله. تعالوا تعالوا نتفرج، اللهم صل على النبي. طبعا انتوا عارفين ان انا بعشق الدجاج الزينه، فانا احب اكون في وسط الدجاج الزينه واشيك عليه وابص عليهم واتفرج عليهم اهو ما شاء الله. اهو دي دجاجة ما شاء الله، جامدة، اللهم صل على النبي. انا بحب الطيور الزينة، هواية جميلة. عندي الكوشامو، ده ألماني تمام، وفي ناس بتقول عليه شامو ألماني،
لكن هو الماني الشامو بيكون مرتفع عن كده. ده الكوشامو او الفارسي القزم او الفارسي القزم. ما شاء الله حاجة جميلة جدا. اللهم صل على النبي، الله يطرح فيهم البركة. هنا الابيض اهو، وشكم حلوة غاويين المملكة ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طيور جميلة. عندي الاندونيسي، تعالوا نشوف الاندونيسي. نفتح كده على الاندونيسي اهو. ده الاندونيسي، دجاج اندونيسي. طبعا هم محتاجين ديك ما شاء الله. طبعا هنجيب لهم الديك يا جماعه، هم طالبين عريس، عاوزين عريس في اسرع وقت، فهنجيب لهم. تعالوا نتفرج على باقي الطيور. رجعت لكم مره تانية يا جماعه، ومعايا طبعا الوز الصيني، او هنا في السعوديه بيسموه وز عراقي ووز بلدي، لكن عندنا العكس، وز سامي ووز عراقي. تعالوا يلا بينا نتفرج على الوز الصيني والوز العراقي. ده الوز الصيني، وطبعا انا فرجته لكم قبل كده. دكتوره والناس اللهم صل على النبي، ربنا يزيدهم يا رب ويبارك فيهم. عندي الوز البلدي. انا بقى جايبكم هنا ليه؟ علشان افرجكم البيت الحمام السباحه بتاعهم او البركه بتاعتهم. بركه جميله. انت ممكن تطلع كده، ممكن تطلع كده بس تقف هنا. جميل جدا ما شاء الله، الله يبارك فيهم يا رب. جميل، منظرهم جميل ما شاء الله. عندنا الاشجار، اللهم بارك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. والله يا غاويين المملكه اجمل جوله انا خدتكم فيها، ويلا بينا برضو هنكمل عند باقي الانواع وارجع لكم تاني. يلا بينا. ورجعت لكم مره تانية يا جماعه، اللهم صل على النبي. ده الشغل بقى، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك ما شاء الله. عندي انواع الدجاج الفيومي، الدجاج البلدي، الدندراوي، بعض انواع الدجاج هنا انا ما اعرفش اسمها، انتوا عارفين ان انا مربي زينه. ده دجاج بياض يستخدم للبيض، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. والله يا جماعه الدجاج الايام اللي فاتت ما كانش مظبط عند بعض المربين في كل مكان. والله الدجاج ما كان مظبط عند معظم الهواة. ده الدجاج دي انا عازلها تمام، اول ما جيت انا عزلتها. هفرجكم باقي الطيور الفيومي. طبعا هنا بنعمل الدجاج، ففي شغل، فانتوا استحملونا بعد ما هنظبط لكم الاداء والجو. هفرجكم فيديو تاني ان شاء الله. هنا الدجاج، اللهم صل على النبي. هنا انارك ما شاء الله، هنا انارك ما شاء الله، ربنا يبارك فينا يا رب. هنا بقى عندي الفيوم، عندي الدجاج الفيوم فضي، وفي ناس تقول عليه سلفر، الله اعلم برضك بالاسم المنتشر ليه. تمام، الاسم المنتشر ايه. ده الدجاج، وده شكل الدجاج ما شاء الله جميل، اشكالهم جميله، مستواهم حلو. الكبار يا جماعه دول منتجين، اللهم صل على النبي. اي سلاله، اي حاجه عاوز تشتغل فيها عرفني واكتب لي في التعليقات، وانا اعمل لك فيديو مخصوص اقول لك عن ايه افضل سلاله تشتغل فيها. وتعالوا هفرجكم باقي الطيور. معروف في مصر جدا، تعالوا نشوف ما شاء الله، اللهم بارك يا رب ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك فيهم يا رب ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الحاجه دي منقوله يا جماعه، لازم انا اشيك على الطير كده، انا شواف، لازم اعرف مود الطير ده كويس ولا لا، هل هو صحته سليمه ولا لا،
لازم ده شغلي، وهفرجكم باقي الغزال والوعل وبعض الحيوانات والغزال، ويلا بينا نشوف. تعالوا بقى نشوف باقي الغزال والوعل. هذا الوعل اهو طبعا بيجري في الجبل. ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم لاصحابهم. انتوا عارفين يا جماعه اي حد بيجي يعمل مشروع ياكل منه عيش بيتعب فيه وبيبذل مجهود جامد فيه، فربنا يبارك لهم يا رب فيهم ويحفظهم ليهم. انا مقدر اللي هم تعبوا فيه، وعلى قد ايه هم تعبوا عما جابوا الغزال او جابوا الوعل او الحيوانات دي. طبعا دول صغار ما شاء الله، ده الذكر الكبير طبعا هو زعلان مني ما شاء الله. الحاجات دي يا جماعه سايبه كده في الجبل، ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب، حاجات جميله. اللهم صل على النبي ما شاء الله اهو.